معك معك اخوي عبدك معك الله ما حدا طلع منه لسه يا شباب ما حدا طلع منه لا طلع اولاد بس طلع اولاد اولاد المغار ايوه فارس طلع ولا ما بعرف لا فارس ما في غير هذا فارس في بيت الرزية كمان طلع انا خمسه لك يا في بيت الرزية حريم في شيء في مره كبيره من هون من البناية مو من البناية يا عمي مشفى البيان يا شيخ هاي المشفى هاي المشفى هاي اخوي مشفى البيان زيدان زين يا عم زين طلع لي هون خلاص طالع اول الاولاد بس المره ما شفناها هلا شفت الشاب الصغير وين طلع لنا هون نفس المرتبة بس يمكن هي بناء لا خلاص بس هو لا طلع صار من البيت بس في لمة بس الانتهى بس تذكر بنت اخوي من هون طلع بس نعرف ايش طلع عنا فقعدت عليه شلون هون من طالعه يا شباب بس طلعنا هلا لفوق قلنا الولد ايش طلع عندك شباب عمي المرة طلع عمرها 80 سنة حامل محمود في مرة 80 سنة في مرة عمرها 80 سنة وفي مرة حامل في مرة عمرها 80 سنة حامل في مرة كان عندها لا كانت جابت حامل كانتك السمين دي فانا كانك عطولي هلا بردي هون والله كانتك هون هي الساعة ابنك طبعا والله بردي هون الساعة يا محمود بدك تروح بجوار هون بجوار برميل عملك ايش هي الاضرار اللي هون نتيجة برميل وتفجع رح يشتعر اخي تدمير عدد كبير من المباني بالاضافة الى عدد المصابين ويوجد تحت الارقاض الجثث لا يقوم بعمل الان بمحاوله شالها تحت الارقاض طب ايش السبب كان الطيران المروحي ما عم بيلقي براميل امبارح واليوم بلش يلقي براميل والله ما بنعرف يعني السبب يا ترى شو وراء هذا الموضوع لكن بنعرف انه بعد الضرب اللي توجه لمعامل الدفاع خف ضرب الطيران المروحي متفاجئ اليوم وامبارح رجع يضرب المناطق ومثل ما انا شايف حاليا مجزره حاليا في حي الشعار